دير تعرض كباقي المناطق الأثرية والدينية إلى أضرار كبيرة. من ضمن هالأضرار هو فجروا جب الدير ضريح مار بهنام الشهيد، كسروا الصلبان الموجودة في الدير معظمها أكثرها، كسروا الرموز المسيحية الموجودة على حيطان الأثرية القديمة اللي تجاوز عمرها أكثر من 800 سنة فما فوق. هالرموز كلها حاول داعش يمحيها من المنطقة. عندنا احنا تنوع سكاني، عندنا احنا القرية يعيشون بها التركمان، العرب، الشبك، المسيحيين. تعايش سلمي بيناتنا. الدير له وقع في نفسي ونفوس الآخرين. والدير هو شيء جزء من المنطقة وله تاريخ يعني مع المنطقة لا يمكن أن ننساه ولا يمكن أن نتجاهله. Ton fraternité en Irak a commencé le travail de réhabilitation du mausolée bien avant que nous arrivions. L'architecte et puis l'équipe a vu les gens du village. Et ils ont dit, nous avons des moyens pour commencer juste à réhabiliter le monastère, mais c'est compliqué pour nous dans la mesure où vos maisons sont détruites, où les routes sont détruites. Et les habitants ont dit, nous, ce qui est important pour nous, c'est la reconstruction de ce monastère, parce que ça fait le lien entre nous tous. Et si dans nos maisons détruites, il y a des pierres qui peuvent être utilisées pour la réhabilitation du monastère, prenez-les. Et donc c'est quand même une histoire assez extraordinaire. اشتغلوا بكل تفاني وإخلاص، كانوا كثير يهتمون بالدير وبالمعالم الأثرية مع الدير. وبعد منا بدأوا يسوون إعمار على الدير على مراحل، كل مرحلة أخذت وقت معين مثل ما تشوفون هسه. الضريح صار مثل ما كان وكلش حلو صار. بدأوا الناس يجون على الدير مرة ثانية وكأنه يعني ماكو أي شيء صار. جايين من قضاء حمدانية إلى دير نعمطة صغيرة، وجينا على القداس وجمعنا سوية عوائلنا. أي ودير ما شاء الله حلو، دير وقديس ودير نصلي بيه احنا، شيء مقدس. دير بالنسبة لهم هو معلم أثري، معلم روحي، معلم ديني، فكل واحد يجي هنا يترك يعني يصير بقلبه أثر، فإذا يجي مرة يجي مرتين وثلاثة وأربعة. فنشوف إنه كل إنسان اللي يجي على هذا الدير يرجع له مرة ثانية، لأن يشعر بجو روحي بغض النظر عن الديانات إذا كان مسيحي أو مسلم أو غير ديانة. والله كلمتي أنا يعني أشكرهم جزيل الشكر والتقدير لمؤسسة ألف على الأعمال اللي قامت بها ببناء هذا الجو وترميم هذا الدير. وهم سباقين بالخير والعمل لخدمة هذا البلد، مع الشكر والتقدير.